صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. لو فعلا الوقت بيعدي منكم كده من غير ما تحسوا بيه، لو ندمان على وقت عدى منك بلا هدف مع ناس غلط، اختيارات غلط، فاكيد الفيديو ده هيكون مفيد جدا ليكم. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الوقت. تراثنا العربي القديم والحديث اتكلم عن أهمية الوقت، منها مثلا في التراث بعض الأبيات كده اللي بنرددها والأمثال زي الوقت من ذهب، أو الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وكمان في ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وأمير الشعراء أحمد شوقي اتكلم عن الوقت وأهميته في أبيات شعرية من باب إن هو بيرسخ فينا قيمة الوقت وأهميته، زي مثلا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ومن كل ده بيتضح لنا مدى أهمية الوقت في حياتنا. مفيش حد فينا معندوش أوقات ندم عليها وأوقات عايز يستغلها. الوقت ده اتكلم عنه تاريخنا الحديث والقديم. تعالوا بينا نتكلم عن الوقت وأهميته في ديننا. بس قبل ما نبدأ الكلام هنصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. بس خلونا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا في حاجة مهمة قوي عايزة أقول لكم عليها. الأوقات اللي احنا ندبنا عليها وعدت من عمرنا هي ممكن تكون أوقات كتيرة. الفكرة ان احنا منفضلش في بطاقة ان احنا بنندم على الأوقات اللي عدت، لكن احنا بنستعد للي جاي. مفيش إنسان عاقل يقدر يقول أو يختلف على أهمية الوقت وعلى حسن استغلال الوقت في دفع عجلة الحياة وتطويرها. لكن السؤال اللي بيفرض نفسه في المقام الأول هو هل أو إمتى هنقتنع بأهمية الوقت؟ إمتى هنحس فعلا إن إحنا محتاجين إن إحنا نستغل أوقاتنا؟ كل ده بيرجع لك إمتى؟ واقع الحياة بيبين لنا ان في فجوة كبيرة قوي بتفصل ما بين الفكر والعمل. كتير من الامور اللي احنا بنقتنع بيها وبنؤمن بجدواها ما بتخرجش في اغلب الاحيان عن دايرة النظر لدايرة العمل. كل واحد فينا بيكون مؤمن ان الوقت مسؤولية، وان كل دقيقة بتمر علينا ما هيش الا اقتطاع لجزء من عمرنا في الحياة، وان هي لو عدت مش هترجع مرة تانية. وعلى الرغم ان كتير مننا بيبددوا اوقاتهم بكل سهولة، ومنهم ناس متخصصة في تضييع وقتها، او بتعبير ادق انها بتقتل الوقت. يعني لو ان احنا قلنا ان اوقاتنا عدو لابد ان نقتله ونتخلص منه، ومن ناحية تانية ناس ما بتفرقش ما بين اوقات الجد واوقات اللهو، بتخلط ما بينها، وده بيخلي حياتها بتعدي ما فيهاش نظام بيحكمها ولا يضبط حركتها. وده يعني الوقت ما بي يعني الوقت ده الناس اللي بتحرص عليه ناس قليلة جدا. في المثل القديم بيقولوا إنما أصبح من تراب بل أرخص من التراب. العالم الدمشقي جمال الدين القاسمي كان معاصر للإمام محمد عبده أو الشيخ محمد عبده، ولما كان بيمر في طريقه اللي هو متعود يعدي عليه يوميا باستمرار، يعني كان بيشوف المقاهي مكتظة بناس كتيرة جدا جدا بيضيعوا أوقاتهم في حاجات مفيش أي نفع من وراءها يعني. فكان بيعبر عن حسرته على عدم الوعي بقيمة الوقت، بيقول كم أتمنى أن يكون الوقت مما يباع لأشتري من هؤلاء جميعا أوقاتهم لأنفقها فيما يفيد. صحيح حياة الناس في الماضي كانت بتمشي ببطء وبرتابة شديدة جدا، ما كانش عندهم وسائل ترفيه إلا القليل، يعني حاجات يعني بسيطة بالقياس طبعا للعالم المعاصر والحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي. نقدر نقول انه كان عندهم مساحة كبيرة من الوقت، والإنجازات الرائعة والطفرة التكنولوجية الهائلة اللي موجودة في العالم المعاصر اللي بتحيط بينا من كل جانب دي وفرت لنا كتير من الوقت ووفرت لنا كتير من الجهد. والفرق بيننا وبين أسلافنا أو المعاصرين حتى في الأمم التانية هو الوعي بقيمة الوقت واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل. وعلى الرغم أن العصر الحاضر هيئ لنا باختصارات مهمة للزمان وللمكان ووفر لنا حاجات نقدر نستغل بيها أوقاتنا في أعمال مفيدة، إلا أن أغلب الناس في العالم الإسلامي لا يزالوا يفتقدون الوعي الحقيقي بقيمة الوقت، الوعي اللي من شأنه انه بيدفع المرء للعلم وبيحفزه على الإبداع. وفي المقابل عدم الوعي بالوقت بيرجعه تاني للعصور الأولى
من التخلف والكسل العقلي والكسل العضلي وغيره وغيره. وعلشان كده نقدر نقول ان الفرق بين انسان متحضر وانسان غير متحضر هو احساسه بالوقت. الوعي بقيمة الوقت ده مرتبط ارتباط وثيق بالحضارة وبالتحضر. المفكر الاسلامي مالك بن نبي يعني اخبرنا ان الحضارة بتكون نتيجة لتلات عناصر اساسية. تخيلوا بقى ايه هما التلات عناصر من وجهة نظره اللي ممكن يعني تقيم بيها حضارة. قال التراب، وده مادة، وقال الوقت، وقال الإنسان. تراب ووقت وإنسان، ومن غير أي عنصر من العناصر دي الحضارة عمرها ما تقوم، لأن الإنسان هو اللي بيصنع الحضارة، والمادة مهمة لصنع الحضارة، والوقت هو الوعاء اللي بتوضع فيه الحضارة. ولو كان الوقت هو الوعاء اللي بيمارس فيه الناس أو الإنسان عامة نشاطه في الحياة، فده بيعني ارتباطه بقيمة الوقت اللي هو العمل. فالوقت بلا عمل فراغ، والعمل ما ينفعش يكون إلا أن يكون في وقت لإنجاز العمل ده. والفراغ في حد ذاته نعمة، لكن ممكن يكون نقمة. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. فالإنسان اللي مش هيعرف يستعملهم صح في الحاجات اللي المفروض أنه يستغلهم فيها، والحاجات اللي هو خلق من أجلها، بكده هيكون ظلم نفسه وهتنقلب النعمة إلى نقمة. ربنا سبحانه وتعالى أعطى للإنسان عقل علشان يقدر يميز بيه ما بين الخير والشر، النافع من الضار، وده بيديله مسؤولية لازم يتحملها ويبذل أقصى جهده علشان يقدر يوصل للإطار الصحيح ومسؤولياته الحقيقية في الحياة. اهتم الدين بقيمة الوقت ونبه ليها كتير جدا، وحسنا ان احنا نلتزم بيها. وربنا سبحانه وتعالى اقسم بالوقت في كتير من الايات القرآنية علشان يبين لنا مدى اهمية الوقت في حياة الانسان. في القسم مثلا في ايات كتير من القرآن اقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت، زي الفجر، الضحى، العصر، الليل، النهار، اجزاء من الوقت. وربنا سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء غير لما يكون ليه حكمة من وراء. والله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت، فالزمن أو الوقت ده مخلوق لله سبحانه وتعالى، وإحنا كمان مخلوقين لله سبحانه وتعالى. علشان كده إحنا مرتبطين ارتباط لا ينفصل بالزمن، وتفكيرنا بيدور في إطار الزمن اللي مفيش إنسان يقدر يتجاوز فيه. والزمن حاضر وماضي ومستقبل، يعني لازم نفكر اللي عدى واللي جاي ونخطط ونحاول إن إحنا نستغل ده. دايما بقول ان الندم ما بينفعش، بس الانسان العاقل عليه ان هو يتذكر الماضي اللي عدى علشان يعتبر في اللي جاي، ويعيش الحاضر وهو مستفيد من الدروس اللي عدت عليه في الماضي، علشان حتى ما يكررش الاخطاء اللي هو وقع فيها، ويخطط لمستقبله بهدف ان يكون افضل من الماضي والحاضر كمان. قضية الوقت قضية حياتية ومصيرية، واحنا في اشد الحاجة ان احنا نرجع وعينا بقيمة الوقت واهميته في حياتنا كافراد وكجماعات، علشان ننهض بنفسنا وننهض بالامة وننهض بالمجتمع. احنا بنعيش في عصر سباقات عالمية، والوقت ما ينفعش ان هو يعدي وخلاص، ومفيش وقت هيعدي من غير ما يفيدنا الا وهنندم عليه. الزمن هيتجاوزنا وهيوقعنا من حساباته، والتاريخ كمان مش هيرحمنا. والإنسان اللي ما يرتضيش ده لعقله مش هيرضاه أكيد لنفسه، يعني مش هيرضاه كمان للأمة بتاعته. والرصيد الحضاري الضخم بتاعنا شاهد على اللي قدمه لينا السلف، فيترى إحنا كخلف هنقدم للمستقبل إيه؟ ياريت كل واحد فينا يركز قوي مع أوقاته، ويقسم وقته صح، ويحاول يستغله أتم الاستغلال، يحاول ينتهز كل لحظة في عمره في الحاجة اللي هو بيحبها والحاجة اللي هو بيستمتع بيها من حياته، يحاول يعمل الحاجة اللي يحس إنها هتكون منتجة بالنسبة له. استثمر وقتك في كل حاجة أنت بتحبها، وقبل ما تشوف الحاجة اللي أنت بتحبها لازم تقيمها، يا ترى هي صح يا ترى هي غلط، اديها كم من 10، شوف لو قربت للدرجة النهائية فأكيد أنت على الطريق الصح. انوي وتوكل على الله، خطط كويس جدا انت تعمل اللي عليك، واكيد الباقي ربنا سبحانه وتعالى هيدفعك ليه. حاول هتقدر، وقتنا من ذهب، فالوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. بشكركم جدا جدا، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وخدتوا كده كلمات حماسية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.